أحد البلدان. كان ذلك البلد آمنا مطمئنا إلى أن أخذت هجمات الغزاة تزداد، فخاف الحاكم وتغيرت أحواله وأصبح يعيش في كدر خوفا على ملكه. ولكن ماذا حدث؟ تعالوا لنتابع. يا رب يسر لهذه الأمة قائدا عادلا يحكم بالحق. يا رب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يعرف للظلم سبيلا. نحن الأبطال، نحن الشجعان. القوة ليست فقط بتقطيع الأخشاب. عندما ينادى للقتال سنلبي النداء إن شاء الله. اهزموا العدو وأعلوا راية الحق. وأنا معكم. صالح، هل سمعت ما يقوله الناس؟ ماذا يقولون؟ العجوز الحكيم اتهم الحاكم جابر بالعجرفة وحب الذات. هذا يعني أنه لم يعد يحكم بالعدل. إذا لم يعد الحاكم عادلا فماذا سيحدث لنا؟ قلقون أنتم يا إخوتي، دائما قلقون، ولكن يجب عليكم أن تسلموا أمركم لله ولا تيأسوا من رحمته. يا أولاد الطعام جاهز. متى تتوقفون عن التصرف كأطفال؟ ألا تعلمون أن للطعام آدابا وأن عليكم أن تشكروا الله على نعمته؟ يجب أن تخجلوا من تصرفكم، عليكم أن تتصرفوا بحكمة وأدب حتى تتمكنوا من رفع راية الحق. عليكم أن تتذكروا ذلك دائما إن أردتم النجاح. لنرفع راية الحق. تذكروا دائما الحق والعدل. يحيى العدل. أحضروا الماء. أحضروا الماء. 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 لماذا أنا الأخير؟ هيا لترعوا الأغنام في الحقل. بالطبع يا أبي، سنذهب. أولا تذكروا العدل والحق. الأغنام. الأغنام. حسنا كفى، واضح، فأنا الأخير سوف أذهب لرأي الأغنام. يا الله. ربي ربي أنت الراعي لي في هذه الدنيا، ولذا لن أضل الحياة. ألعب أنشد أدعو ربي طال.
ثم نهاجم. نهاجم ثم ندافع. ندافع. اه يا اميرتي، هل ستضيعين الوقت في القتال؟ ماذا عن الدمى والملابس الجميلة؟ انه امر جيد، فهي مستقلة وودودة، ولكنها ما زالت صغيرة، صغيرة جدا. حسنا، الان سوف اريك قتالا حقيقيا. هيا هيا، انت مهادع، لكن هذه المرة ليلى، أين أنت؟ أين أنت يا أميرتي؟ أين أنت؟ أنت هنا؟ أنا هنا. أختي الحبيبة ليلى، ظننت أن مريم قدستك. لنتابع. أمتأكدة أنك على ما يرام يا ليلى؟ هذه المرة سوف أدافع. هيا. حسنا أختي، جاهزة؟ أيها الأمير جاسر، لدي رسالة مستعجلة. ثانية. أنا جاهزة. هيا. فيما بعد. لا تذهب يا جاسر، ابقى والعب. جاسر، جاسر. لا بأس أيتها الأميرة، نستطيع أن نلعب سويا. لا، أريد أن ألعب مع جاسر. جاسر. العجوز الحكيم في داري. لا تقلق أبدا. أين ابنك خالد؟ ابني؟ خالد، خالد، أين أنت؟ خالد، أين أنت؟ أنا هنا. أبي يريدك حالا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبي؟ ولدي العزيز، هذا هو العجوز الحكيم. اذهب بني لقصر الحاكم لتسمعه بعض أناشيدك، وأوصيك بأن تتعلم هناك ما ينفعك، فلربما يرفع الله من شأنك. والآن اذهب بني، وفقك الله. أبي، أبي اهدأ، اهدأ أرجوك. أنا هنا الحاكم. ولن يستولي أحد على الكرسي، إنه لي. لي. أبي. ابقى بعيدا، انا الحاكم، انا الحاكم. اعتقد ان الحاكم متوتر جدا. احضر منشدا ماهرا حتى ينشد للحاكم، هذا سوف يريح اعصابه. منشدا؟ انا اجيد الانشاد، انا اعرف، اعرف، اعرف فتى ينشد جيدا يسكن في احدى القرى المجاورة، والعجوز يعرف اباه ايضا، اسمه خالد. خالد؟ خالد؟ من هو؟ انه ليس افضل مني. من هو خالد؟ هل هو اجمل او اذكى مني؟ أدعوك يا إلهي يا
يفرج الكروب. أبي كيف تشعر؟ أفضل الحمد لله. قل لي ما هو اسمك يا خفاء؟ خالد. قلت خالد؟ بينما كان خالد ينشد هدأت أعصابك، اسمح له بالبقاء في القصر. حسنا ابقى في القصر. تعال معي سأريك غرفتك. هذا الكرسي لي. خالد ها هي غرفتك. غرفتي؟ غرفتي وحدي؟ بالطبع، وإن أردت خذ قسطا من الراحة. الحمد لله الحمد لله، أخيرا حصلت على غرفتي وحدي. يا فرحتي يا فرحتي، أرحمك يا الله. حتى البارحة كنا ثمانية إخوة نعتصر بعضنا في سبيل التغيير، نتدافع ونتزاحم ونسقط، لكن الحال قد تغير، فهذه غرفتي، إنها أكبر من تلك التي في المنزل. غرفتي يا غرفتي، أستطيع أن أقوم بعمل فوضى ولن يجبرني أحد أن أنت نشيدك جميل جدا، أعده ثانية. أي نشيد؟ أي نشيد تحبه؟ الأنشودة التي أنشدتها الآن. أسرع أسرع هيا، أعتقد أنك تحتاج لبعض الوقت للاستعداد، سوف أبقى هادئة. ابدأ. افتحوا الأبواب هيا يا أحباب، إنه يوم جميل رائع جذاب. في هذه الحياة نعم لا تحصى، قد أوجدها الله فلنسعد بها. شاهد الأسماك في الماء هناك، اسمع الطيور تشدو في سرور، تسبح العظيم تركب النسيم، تصافح الزهور. شاهد الغدير برقة يسير، وشمسنا وظلنا وماؤنا الوفير. وهناك الكثير هناك الكثير، افتحوا الأبواب هيا يا أحباب، إنه يوم جميل رائع جذاب. ذلك رائعا، انت جيد فعلا، كيف تنشد هكذا؟ انظر الى نفسك انك مضحك جدا. اميرتي هل انت بخير؟ انت مبللة يا الهي. اميرة سامحيني، لم أعرف أنك أميرة. انظري له مبلل كالسمكة الصغيرة. كان هذا ممتعا، لكن يجب أن أذهب الآن. أنا ذاهبة لغرفتي. الحرب الحرب، جيش الغزاة قادم. غزاة؟ جهزوا الجيش حالا، وليتوجه الجنود الى وادي النياب. هنا هيا والحق بالجند. حاضر سيدي. أين تظن أنك ذاهب؟ الغزاة يقومون بمهاجمتنا، ولكن إلى أين أنت ذاهب؟
ذاهب لنصرة الحق. أنا من سيحمل سلاح الحاكم. إذا أردتني أن أنشد لك ثانية انتظريني. أنا ذاهب. في أمان الله. هذا غباء، إنه يعتقد أن الحرب لعبة. تخافون من رجل واحد؟ أرسل بطلك للنزال رجلا لرجل، وإذا غلبني وأعرف أنه لن يستطيع فإننا سوف نكون عبيدك، ولكن إذا غلبته فإنكم جميعكم سوف تكونون عبيدي. ما رأيك؟ واحدا لواحد، من يصرع هذا المتعجرف؟ أيها الجنود، هل هناك أحد بينكم يغلق فم هذا المغرور؟ وإذا صرعه سأعطيه كنوزا كثيرة وسأزوجه بابنتي. ها؟ لا أريد. ها؟ لا أحد؟ لا أحد؟ الشخص الذي تبحث عنه لم يأتي معكم. سيدي، سوف أقاتله. ألست صغيرا بعد؟ سوف ينصرني الله على هذا الوحش الغادر. فلتذهب يا بني. أنا من سيتحداك. هل هذا أفضل شخص في جيشك؟ أيها المسكين، سوف أقطعك عربا وأطعمك للطيور. أنت تثق بسيفك وأنا أتوكل على الله الواحد القهار. بسم الله. كاذب، كيف يستطيع فتى مثلك أن يصرع زعيم الغزاة؟ ما الخدعة التي استعملتها؟ أجبني. ألا تثقين بزوج المستقبل؟ زوجي من؟ أنت؟ نعم. لا، أنا. مستحيل، لن أتزوج من راعي غنم. ليلى، ماذا تفعلين؟ خالد يهزأ بي ويقول أننا سوف نتزوج. هذا ما قاله. أخبره بأن الأميرة لم تتزوج من راعي غنم. يا أميرة الصغيرة، إنه راعي ولكنها الحقيقة. كاذب. إنه الوعد الذي قطعه أبي بأنك سوف تتزوجين من يتغلب على زعيم الغزاة، وهو خالد. أبي. وعدت والوعد وعد، إنما ليس الآن، إنكما صغيران. ستكونين زوجة خالد. سيكون خالد مسؤولا عن جميع الجيش المدافع ضد الغزاة. كبر خالد وتلقى العلم والأدب
وتعلم الفروسية في قصر الحاكم، وتوالت انتصاراته. شعر الناس في ظل قيادته للجيش بالأمان، بشجاعته وحسن توكله على الله لنصرة الحق. لقد انتصر خالد مرة أخرى في المعركة. منذ أن وضعت خالد في ذلك المركز تمكننا من صد هجمات الغزاة. أحسنت يا خالد، الحاكم هزم الآلاف، ولكنك يا خالد هزمت عشرات الآلاف لنصرة الحق. أنا هزمت الآلاف وخالد هزم عشرات الآلاف. الآن العامة جعلوه يتفوق علي، وماذا بعد؟ يخلعونني وينصبونه مكاني؟ أبي، أنت تعلم بأن خالد خادمك المخلص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا خالد. أيها الحاكم، لقد أحضرت 2000 أسير وكل ممتلكاتهم. أيها الحاكم، انظر إليها، إنها ملك لك الآن. ما الأمر؟ لقد كنت أختبر سرعة استجابة أفضل محارب لدي، وكنت ممتازا. لقد تعبت الآن، انصرفوا. لابد أنك تعبت أيضا، هيا بنا. اذهب إلى غرفتك واسترح الآن يا خالد. يا إلهي، ماذا أفعل؟ لقد سيطرت الغيرة على قلب أبي وأخشى أن يؤذي خالد. ماذا أفعل؟ إذن تريد الزواج بابنتي؟ إنه الوعد الذي قطعته على نفسك. لقد كنت فتى صغيرا وكبرت. إذن لقد كبرت الآن. نعم، الوعد وعد، لكن أريد مهر العروس قبل غروب شمس الغد، وعليك هزيمة 100 جندي من الغزاة وحدك. أبي، إن هذا مستحيل، كيف يستطيع أن يتغلب على 100 وحده؟ هل هذا طلب مستحيل؟ إن من يطلب يد ابنتي عليه إثبات أهليته لذلك. سوف يكون لك ما طلبت، وقبل غروب شمس الغد إن شاء الله. خالد، ابذل جهدك وتأكد بأنه لن يرجع. إخوتي، كيف؟ سنذهب معك. قال الحاكم بأنه يجب علي أن أنفذ هذه المهمة بمفردي. ألا تشك أنها حيلة؟ لقد أرسلك الحاكم وحدك لتقاتل مئات الجنود، يريد قتلك. سوف نذهب معك. لا، سأذهب بمفردي، لأنني لا أحب أن أخلف الوعد. إلى اللقاء. يا خالد، دعه يذهب. إذا لم يرجع غدا سوف أنتقم له. إلهي، إله الحق، احمي أخي. هناك أكثر من 200 جندي، يجب أن أعمل على تفريقهم. هاي أنتم أيها الغزاة، هجوم هجوم، انطلقوا. ها؟
إنه رجل واحد فقط، أمسكوه. إنه هناك. ابعدوا عن ما هو؟ هذا سهم يستخدم من جيش الحاكم. من الهنا ومن الخلف أنا محاصر. يا الله هيا بسرعة. يا الله ساعدني، احمني يا رب السماوات والأرض. أنت ربي ملجئي وملاذي. مئة وستة وتسعون، سبعة وتسعون، ثمانية وتسعون، تسعة وتسعون، مئة قتيل. صالح جئت للمساعدة متأخرا يا أخي. لقد رأيته يسدد سهما نحوك ليقتلك. سهم مع أجراس؟ أرجوك عفو عني. سوف أتدبر أمر هذا الشرير وحدي. لا لن أجعلك تريق دم رجل أعزل من شعبي. أميرتي أميرتي، لقد عاد خالد بحمد الله. أيها الحاكم، أحضرت مهر ابنتك. أحضرت معي ممتلكات 100 جندي من الغزاة. سيدي، إنها فعلا من الغزاة. والآن هل ستزوجني من ليلى؟ يجب أن تقتله، محاولة انتزاع ملكي. ماذا تنتظرون؟ اقتلوا. اركض يا خالد بسرعة. لا تدعوه يفلت. ارجوك يا ابي، خالد قائد مخلص ولا يريد لك الاذى او السوء. هيا لحقوه بسرعة. اكسروا الباب. ها هو، انه فوق ذلك البيت. هيا. لم نتمكن منه. لا يمكن أن يكون قد هرب، ابحثوا عنه. هيا. أبي لماذا تفعل ذلك يا أبي؟ ماذا فعل؟
أنت لا تحبين أباك يا ليلى، أتريدين أن يقتلني ليأخذ مكاني؟ هذا مستحيل. إنها مملكتي، مدينتي، إنه عرشي، لن يجرؤ أن يستولي عليه أحد ولا أنت. ليلى، ليلى، ابنتي، هل أنت بخير؟ لا تلمسها، لقد أفزعتها. خالد، ليلى، هناك الكثير من الجنود عند البوابة، كيف أهرب؟ الأمير جاسر. في أمان الله يا خالد. غادر خالد المكان بأمان. جاسر، لما يحصل كل هذا؟ ما الذي فعله خالد؟ جاسر، ما يحدث مروع جدا. يا أخي، كيف يمكن أن أساعدك؟ لم أتناول الطعام منذ أيام. أرجوك أطعمني. لدي بعض الخبز وسوف أعطيك منه، تستطيع أن تأكل منه. بسم الله. الحمد لله. يجب على القائد أن يمتلك سلاحا، إن هذا السيف قد ورثته عن والدي، خذ. أشكرك. إلى أين تتجه؟ الواقع، لأن الحاكم يريد قتلي، يجب أن أغادر هذا البلد. قام رضوان بإطعام خالد وأعطاه سلاحا. اسمع، يجب أن تقتل رضوان ورفاقه. إن رضوان من أكبر علماء الدولة. أي شخص يساعد عدوي فهو عدوي، هيا اقتلهم. أتقتلون الأبرياء العزال؟ ألا تخافون الله؟ لقد ارتكبتم خيانة وأنتم تستحقون هذا المصير. ربي، ربي، سوف ينتقم الله منكم.
يا إلهي يا معيني، اهديني إلى الطريق القويم. إلهي إلهي العظيم، لا تتركني على وجهي أهيم، وامنحني الإيمان والصبر والسلوان، ثبتني إلهي على الدرب القويم. شوقي لإخوتي أبي ووالدتي، لأهلي قريتي قد زادني حنين، يا ليتهم معي في محنتي. كل شخص غالي غدا مني بعيد، لا يعلم بحالي أحد فأنا وحيد. ربي يا ذا الجلال يا عالما بحالي، ارحمني يا رحيم. إلهي إلهي العظيم، لا تتركني على وجهي أهيم، وامنحني الإيمان والصبر والسلوان، ثبتني إلهي على الدرب القويم. شوقي لإخوتي أبي ووالدتي، لأهلي قريتي قد زادني حنين، يا ليتهم معي في محنتي. كل شخص غالي غدا مني بعيد، لا يعلم بحالي أحد فأنا وحيد. ربي يا ذا الجلال يا عالما بحالي، ارحمني يا رحيم. إلهي إلهي العظيم، لا تتركني على وجهي أهيم، وامنحني الإيمان والصبر والسلوان، ثبتني إلهي على الدرب القويم. كم عدده؟ 20؟ 30؟ من أنتم؟ هل أرسلكم الحاكم؟ لقد وجدتموني، هيا. إنه أنا. صرح أخي الكبير. خالد مسعود. بدأنا بالبحث عنك حالما عرفنا ما حدث معك. قال أحدهم بأنه رآك وجئنا حال سماعنا ذلك. نعترف بك حاكما وسنحارب معك. أنا؟ ماذا تقولون؟ لكن أنا أخوكم الصغير. نعم أنت القائد يا خالد، وسنحارب معك حتى النصر. أنت يا أخي، أجل أنت قائدنا، سر في رعاية الله. القائد خالد. أخي مسعود. القائد خالد. القائد خالد. انظر 400 فارس تحت امرك، القائد خالد. اربعمائة فارس مغوار، جئنا كي نحارب الاشرار، ننصر الحق ونقهر الظلم، ونخرج من حلكة الليل نهار. 400 فارس مغوار، بدمائنا سنفتدي الأوطان، بسيوفنا سنمحق الطغيان. فقد حان الثأر لنا قد حان، سنهب في جوف الظلام نار، سنهب في جوف الظلام نار. 400 فارس مغوار، 400 فارس مغوار، 400 فارس مغوار، 400 فارس
سوف يندم على فعلته، وسنقاتل معك حتى النهاية يا خالد. لا. لماذا؟ 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 لا يهم ما فعله معك، لا يجوز أن ننتصر لأنفسنا أو نؤذي شعبنا. سيد الحاكم، هناك أخبار بأن خالد جمع المئات من الجنود في وادي الذئاب. إذن تحقق الأمر الذي خشيته، وأصبح يجمع جيشا ضدي. هيا جهز الجيش، سوف أقوده بنفسي. هيا. ماذا؟ امرأة؟ الأميرة ليلى؟ اعتقدناك جاسوسا للحاكم. أنتم جنود خالد صح؟ أين هو؟ أريد أن أراه. خالد لا يستطيع أن يراك. أنت صالح؟ نعم أنا صالح أخوه الأكبر. أبي جمع جيشا لملاقاته. ارجع إلى القصر وسوف نبلغه بهذه الرسالة. جاءت ليلى تقول إن أباها جمع جيشا ضدك. سوف أسلم نفسي حقنا للدماء. خالد لا يجب أن تجعل هذا الأمر يخيفك، نحن معك. الحاكم سوف يقتلك إذا سلمت نفسك، لا خلاف في ذلك. خالد نحن معك. لكن لا أريدكم أن تتورطوا. أخي خالد، إذا أردت أن تذهب يجب أن تقتلني قبل أن تفعل ذلك. منصور. يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. جيش الحاكم في طريقه إلينا، لا نستطيع الاختباء أكثر من ذلك. توقفوا. قيامه، يختبئون هنا. لا تدعوا أحدا يفلت منكم، وبخاصة خالد. جميعا. أين اختفوا؟ سيدي، سيدي، إن أثارهم تدل على أنهم سلكوا هذا الطريق. الحقوا بهم. هيا. بحثنا كثيرا، لقد هربوا. هربوا؟ إنهم بالمئات، لا يمكنهم الاختفاء أبدا. ابحثوا عنهم. حاضر سيدي. تبدو متعبا سيدي، خذ قسطا من الراحة. نعم، فكرة جميلة. Mm-hmm.
العدو نائم أمامك، خذ هذا الخنجر واقتله. هيا لا تتوانى، اغرزه في بطنه. ماذا جرى؟ لنرجع، هذا أمر. لقد نمت جيدا. سيدي لابد أنهم هربوا إلى مكان بعيد. أيها الحاكم، ماذا تريد؟ لماذا تلاحقني؟ أليس هذا خالدا؟ أيها الأحمق، قطعت هذا من ثوبك، كان بإمكاني أن أقتلك. ألا ترى أنني لا أريد أذيتك أبدا؟ لنخبط علي. إنهم متجهون إلى تلة النسور. لن يبتعد، لا تدعوه يفلت. سيدي لقد تأخر الوقت ولن نجدهم في الظلام، لنخيم هنا ونواصل البحث عند الفجر. سوف أذهب إلى خيمة الحاكم مع منصور. أنتم ابقوا هنا. منصور هيا بنا. منصور لا يزال حاكمنا. دعنا نذهب الآن. أيها الوزير استيقظ. من ينادي؟ أيها الوزير، لقد كنت نائما وسيدك في خطر، أليس هذا سببا كافيا ليقوم بطردك؟ ومتى كنت في خطر؟ انظر حولك، لم تجد الرمح وإبريق الماء. رمحي؟ إبريق الماء؟ انظر هنا، هذا سلاحك وشرابك في يدي. أنت تعني أنك جئت وأنا نائم؟ سيدي كانت رقبتك في متناول يدي مرتين اثنتين، لكنني مع ذلك أعتقتك لوجه الله لأنك حاكمنا. هذا يكفي ليثبت براءتي؟ ربي ساعدني عليك وحماني من أي أخطار سعيت لتعريضي لها أيها الحاكم. يا إلهي كاد أن يقتلني،
خالد كاد يقتلني. سوف أقتلك، سوف أقتلك يا خالد، سأقتلك سأقتلك. سيدي إن خالدا بعيد عنا الآن، لقد دخل منطقة الأعداء ولن نستطيع ملاحقته. يا إلهي رحمتك، لماذا يفعل الحاكم معي هذا؟ لماذا؟ لن يتبعك الحاكم إلى هنا، يجب أن نبني دولتك هنا. الأمة الواحدة ليس لها حاكمان، والحاكم المعترف به من قبل الشعب فقط. كلنا نعرف أن حاكمنا ظالم وأن الشعب قد اختارك أنت لكي تكون حاكمنا وقائدنا، فأنت من حقق النصر لهذه البلاد. نعم يا أخي، أنت من حقق النصر. خالد، إن الأعداء يغزون بلادنا وهم يتجهون نحو قصر الحاكم. أخبر كل جندي بأن يستعد. ماذا إلى جانب من؟ الوطن والحق. ماذا تقول؟ هل تقصد إلى جانب الحاكم الظالم؟ إن أول عمل سيقوم به هو قتلك، وهذا سيسبب الفتنة بين أفراد الشعب. هذا واجب يجب أداؤه. إن هذه المعركة ليست لك، إنها بين الحاكم وبين الغزاة، إنها تخصه. إذا كان الحاكم عادلا فعلا فإنه سينتصر، وإن لا فسينال ما يستحقه. إنهم كثيرون، 10 أضعاف عددنا على الأقل. أحضروا الحكيم العجوز حالا. ولكن يا سيدي، لقد مات الحكيم العجوز منذ زمن. لقد مات. إذن أحضروا رضوان، إننا بأمس الحاجة لعلمه ورشده. لم يعد رضوان موجودا. ماذا؟ لماذا؟ لقد قتلهم الوزير يابي جميعا لأنهم ساعدوا خالد. كلهم قتلوا، لم نعد نحتاجهم وهم ميتون. أبي، إن الله لن يرضى عن أفعالك. لا اعتراض. تقول الحاكم مات؟ نعم لقد مات، هذا هو تاجه، لقد انهزم الجيش والأمير جاسر مات أيضا. جاسر مات الحاكم ونال الجزاء، ولكنني سأنتقم من الأعداء لأجل كل قطرة دم بريئة سالت من شعبنا ومنهم أخي جاسر. سينتصر الحق بإذن الله. سيدي، إن الغزاة يتجهون إلى قصر الحاكم. لنذهب. اهدى يا خالد، ان هذه الحرب ليست حربا. ابتعد عن طريقي.
والدك وأخوك، كلاهما قتل. ماذا؟ أخي وأخي قتلا؟ جاسر ماتا، لم يبقى لي أحد في العالم. أتمنى لو يأتي خالد ويقضي عليهم. من التالي؟ أهناك أحد؟ إنه من قتل زعيمنا خالد. جبنا، ما بكم؟ خائفون من مهاجمة رجل واحد؟ لن أستطيع القضاء عليهم جميعا. ماذا سنفعل؟ لا!